الشيخ زايد الحداد حفيد مقام سي صح وتوا خذوا قرار. هي كانت هذه مكتبه ساعه هنا اخذنا بالخلاء المكتبه فورا وتسكير الباب هذا المدخل اللي دخل المكتبه ودخل المسجد فهمني سكروا الباب هذا وخلوا الباب الرئيسي دخل المسجد برك توا المكتبه فارغه مسكره وفارغه معناتها كومبليتمون ودوروها بالحديد هذا حمايه ما نعرفش هذا هما شنو يمشي يطيحوا يمشي يصلحوا هكاك هذا وللأمر معناتها حاجة ربي يعلم وهم عندهم القرار هما ايش جابوا المهندسين كل حد ايش يقول القرار يا مش يطيح يا ممكن يصلحوا هكاك تشققات هكا تشققات فما يزور انه متاكل شوية من الدا معناتها قالوا انه فما ماء من السرب واللوطة زادة موجودة اللوطة زادة فما ماء معناتها شوف شنو توا مبدئيا بالبريارات ومسكر وحماية للمواطنين وللناس وحماية لكل حد يحجز السور كي الآخر وينجرش عنه حاجات أخرى كما صار للسور شكون يعرف قداش احتياطات معناتها فينا مش كان لهنا برك خذوا برشا اي برشا شفت في البلاد العربي كثير أي حاجة متداعية ياخذوا احتياطاتهم.